كلنا كتوقع لنا هذه القضيه، شهارات تتكون فيهم ما باغي تهضر مع حد، ما فيك ما تخدم، ما فيك ما تخرج من البيت ديالك، اولا كاع بعض المرات ما حامش راسك وما حامش 99% ديال سكان الكره الارضيه. هذه الحاله تتجينا فاش تنتعرضوا لشي موقف اللي ما عجبناش من طرف شي واحد اللي ما كناش ننتظروا منه هذاك الموقف، اولا فاش تنفشل فشي علاقه اولا مشروع اولا امتحان اللي عطيت فيه اللي في جهدي، اولا فاش تتكون تتقلب على خدمه وداز الشهر الاول والثاني والثالث والعاشر ومازال ما كايناش نتيجه، اولا عاوتاني فاش تتكون خدام من نيتك وكتعطي وكتبدع وتتنتج وحتى واحد ما تيعترف بالمجهودات ديالك. دونك كيفاش نديرو باش نتجاوزوا هذيك اللحظات اللي ما تتكونش عندنا فيها لا موتيفاسيون والانرجي زيرو والمورال تحت رجلين؟ اول حاجه خاصك دير فراسك باللي هاد الحاله هذه عاديه، عادي يطيح لك المورال، الناس اللي كاينين كاع في الكره الارضيه تيطيح لهم المورال مره بيان سور، حيت ما يمكنش تكون ديما فرحان ديما ناشط ديما ضحك، ضروري شويه ديال الحزن شويه ديال الانغلاق على الذات شويه ديال لابيس دو مورال. عرفتوا علاش؟ لان تيقول لك لولا عكس المعنى لما كان للمعنى معنى، لان المورال طالع تياخذها من لفت ديال ان كاينه شي حاجه سميتها المورال طايح، لان قيمه النجاح تتعرفها فاش تكون عشنا واحد الحاله ديال الفشل، وقيمه السلام الداخلي ما تعرفها الا اللي عاش الحرب النفسيه. ثاني حاجه، اي واحد فينا عنده الحق في تحليل المورال، حيت شحال من واحد تزيد يتازم فاش تلقى راسو ما عندوش المورال، سورتو الا كان تيقرا الكتب ديال التنميه الذاتيه وتحضر المحاضرات تيقول ما عنديش الحق يطيح ليا المورال وما خاصني ديما نكون في لو توب ديالي. شكون قالها لك؟ ولا كان قالها لك شي واحد راه غير كذب عليك، لان هذاك اللي قالها لك حتى هو تيطيح ليه المورال. ثالث حاجه خاصك تعرف علاش اكزاكتومون طيح لك المورال، شنو هما الاسباب واش هاد الاسباب منطقيه اولا لا، حيت كاينين الناس اللي غيطيح ليهم المورال غير حيت خونيتا هرب عليها فرناندو وتزوج بختها، وهذا الشيء ماشي معقول، ولا الظلم وما بقاتش الثقه، خلاصه القول غرق غير في كاس. من بعد خاصك تحدد واش السبب في لابيس دو مورال هو انت اولا شي عامل خارجي، ولا كنتي انت تحرك دير شي حاجه، ولا كان العامل خارجي وتقدر تغيره غيره دير شي حاجه، ولا ما كانش في يدك انك تغيره علاش طايح لك المورال اصلا. رابع حاجه، بدل البلاصه اللي انت فيها فاش تتكون في هذه الحاله هذه، سير لشي بلاصه اللي كتكون مرتاح فيها وتلاقى شي ناس اللي عزازين عليك، عيط ليهم الا ما قدرتيش تلاقاهم هضر معاهم غير في التليفون، المهم هو تغير شي حوايج في المحيط ديالك باش تغير الدبدبات ديال الطاقه ديالك. خامس حاجه، بدل الطريقه اللي ستتحرك بها، الا كان الجسم ديالك مسدود ما يمكن النفسيه ديالك الا تكون مسدوده، دونك وقف مقعد حل كتافك هز راسك طلق وجهك وابتسم، ابتسم واخا ما عندكش الرغبه في انك تبتسم، لان العقل ما تيفرقش بين جوج الحالات. ودابا تنفس مزيان بشويه وبعمق، لان الاكسجين عنده ان في ماجيك على التفكير، ولا بغيتي تجمع هادشي كامل في حاجه واحده ممكن تلبس برديتك وتمشي تمارس واحد النشاط رياضي، دير واحد الرياضه اللي عزيزه عليك، تحرك، دير واحد لاكتيفيتي اللي غادي تفرحك، لان تيقول لك ايموشن از كرييتد باي موشن، يعني الحركه. الى عجبتكم هذه الحلقه بارطاجيوها مع كاع الناس اللي كتعرفوهم وحتى الناس اللي ما كتعرفوهمش، حيت كل شيء تيطيح ليه المورال، ويمكن ان سامبل كليك تقدروا تعاونوهم باش انهم يتجاوزوا هذه الحاله هذه ويحسنوا الجوده ديال حياتهم. ما سخيتش بكم، ولكن الحلقه ديال اليوم سالات، ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، ولا عندكم شي اسئله طرحوهم علينا في لاباج فيسبوك ديال الكوتش. تلقاو في الحلقه الجايه، بسلام عليكم.